نقلت صحيفة الأيام عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن الوزارة تدرس إجلاء الرعايا البحرينيين من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا. من جانبه أكد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية أنور العبدالله بأنه لم يتلقى حتى الآن تعليمات لإجلاء رعايا البحرين من الصين. أفاد العبدالله في تصريحات صحفية أن سفارة البحرينية في بكين تلقت اتصالات من عدة طلبة بحرينيين يرغبون بالعودة إلى البحرين، وقد تم توجيههم لمغادرة الصين حيث أن المطارات ليست مغلقة ويمكنهم المغادرة. ولفت السفير إلى أن الطلبة ليسوا مقيمين في مدينة ووهان التي تعتبر أكثر منطقة انتشر فيها المرض، مؤكدا أنه ليس من بين الطلبة من يعاني من أعراض المرض أو طلب مساعدة من قبل السفارة، مضيفا أن عددا من الجامعات الصينية منحت عموم الطلبة إجازة عن الدوام الرسمي.